أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي أن تضحيات الشهداء من رجال القوات المسلحة والشرطة في مواجهة الإرهاب تأخذ مكانها على حائط الشرف وخلال كلمته في احتفالية ذكرى 72 لعيد الشرطة أضاف الرئيس السيسي أن الذكرى تأتي في وقت محوري تواجه فيه المنطقة تحديات غير مسبوقة وتواجه فيه مصر واقعا إقليميا خطيرا نحتفل اليوم بالذكرى الثانية والسبعين لعيد الشرطة ذلك اليوم الجليل الذي وقف فيه أبطال من الشرطة المصرية الباسلة ليدافعوا عن كرامة وعزة بلادهم في الإسماعيلية عام 1952 ويقدموا حياتهم ثمنا غاليا من أجل كبرياء مصر الوطني إدراكا منهم أن حماية أمن البلاد والمواطنين غاية عليا لا تسمو فوقها غايه. ان ما قدمه هؤلاء الابطال لبلادهم في ذلك اليوم منذ 72 عاما تحول لطاقه تحد تسري في قلب هذا الوطن لتعيد اليه شبابه وتقربه من يوم استقلاله. وكما كانت تضحيات ابناء الشرطه في الاسماعيليه محركا لدوافع الكرامه الوطنيه فان تضحيات الشهداء من رجال القوات المسلحه والشرطه ومن جميع ابناء الشعب المصري في مواجهه الارهاب خلال الاعوام الاخيره تاخذ مكانها المستحق على حائط الشرف شرف الوطن وبطولاته فيها تضحيات نقدرها ونجلها ونتحمل جميعا مسؤوليه كبرى بان نقابل كرم الشهداء بكرم وتضحياتهم بتضحيه وان نحقق حلمهم بمصر عزيزه وكريمه الى واقع وحقيقه لابنائنا واحفادنا جيلا بعد جيل